يلا بدأ. ان شاء الله. تعالى كده يا عم احمد. صباح الفل وصباح الفسيخ وصباح احلى فسيخ من عند بفرخان البحار احمد الزق ومحر. شايفين حاجه كده اخر جمال اللي بيصورني دلوقتي ابو سند بتاع الستاير، ربنا يشفيه يا رب ويشفي عنه ويوفقه، ومسافر السعوديه. والاوردر ده واحد طالبني من القاهره عايز فسيخ مخلي، انا قلت له انا هصور لك اهو الفسيخ المخلي اللي عامله لك يا استاذ اهو، هو دي لونه بس بقى، يعني ممكن على ما بيوصل لك برده بيدي لون غام مش اللون ده. انا صورته لك اهو مفتوح بيتحط في البرطمان اكيد نفس المنظر ده كده. واحنا عندنا يا جماعه العرض شغال النهارده اخر يوم، اللي عايز يجي لي عندي الاربع حبات عندي الثلاثه. العرض خلاص كده هيخلص على بعد المغرب، اللي هيجي لي بعد كده خلاص تاخدوا الفسيخ كما كان. ايوه نعمل لكم العرض 65 الاربعات الثلاثات 80 الاثنينات 100. والله والله واللي بيجي لي مش عارف حاجه بقول له ان انا عامله عرض، يعني اللي بيخش لي كده اقول له انا عامله عرض. ربنا عالم اني عامله ايه، وانا عامله الفسيخ ده مش منافسه ولا العرض ده مش منافسه ولا حاجه، انا عاملاه علشان خاطر ربنا يشفيني ويخش عني والناس كلها تدعي لي ان التعب ده ما عادش يدخل في يا رب، ولا دوق الكيماوي ده تاني يا رب تحت جنب. وعايزه كل الناس تدعي لي وانا عامله الفسيخ ده. والله والله احنا الناس كلها لازم تعرف ان احنا عاملين فسيخه نظيفه واخد من عندنا احسن الناس. والله انا جاي لزباين امبارح من احسن الزباين، الفسيخ بتاعنا اهو احلى فسيخ على مستوى العالم كله، فسيخه حلوه وسمينه وجميله واسعارنا حلوه والحمد لله، وربنا يبارك فيك يا ابو سما يا رب. يعني انا يمكن بجيب الفسيخه اهي اي فسيخه، شايفين اهو حاجه، شايفين شايف الدنيا يا ابو سما، شايف الدهن ان شاء الله. دي دهن، دي دهن من السمك، دي بطنها، دي بطن السمكه يا جماعه بطنها. بص انا ما بجيبش الا السمكه السمين، دي بطن السمكه، يعني انا هحطها برده لصاحبها، هو طالب مني فسيخ مقلي، انا قلت وقال لي صوريه يا استاذ يا بتاع عبود، هو قال لي اسمه تقريبا حاجه كده كشري، فهو استاذ محترم بياخد مني ربنا يبارك فيه. طب بص كده ويا جماعه اللي ماليش فروق اخرى، واي واحدة هتنزل صورتي على فسيخ مش بتاعي هأذيها، يعني قلت اهو اي واحدة تجيب فسيخ من حتة تاني وتنزل صورتي عليه بلاش، انا عرفتك اهو، لان بص اللي هينزل صورتي على فسيخ مش بتاعي انا هشتكيه، انا عرفتك اهو، لاني نزل امبارح بص حد منزل فسيخ وحاطط صورتي. انا بقول لك اهو ده يا جماعه ان انا فاتحه ده من الاربعه، ده من الاربعه يا ابو سامي ما شاء الله. بصي يا ابو سامي وده اللي خلاص ماشي يا ابو بالمية. لا اشوف لك البقى، شايفين يا جماعه الفسيخ اهو بألف هنا وصحه وعافيه وربنا يشفيك يا ابو سامي يا رب، يشفيك ويعافيك بحق جاي النبي ويشفي كل مريض يا رب، ويشفيني ويشفيك. وانا كنت بدعي لك والله ربنا يعلم ان انا كنت بدعي لك. وطبعا احنا النهارده جمعه يا جماعه اهو، البث مباشر اخر يوم النهارده، محدش يجي لي بكره يقول لي في عرض، انا ما بعملش منافسه ولا بعمل منافسه على حد، السمك غالي والناس كلها عارفه ان السمك غالي، وانا كنت بعمل اليوم ده بعمله عشاني، عشان انا باخد السمك ده من ابني بشتريه منه، هو عارف كده انا بشتريه منه، والله انا بشتريه منه وانا اللي ببيع، هو سايب لي الحريه، انا عامله اليوم ده ليا وبعمله يوم كل شهر. و وقت احمد كمان احمد احمد لا احمد النهارده لسه كده مباشر يا جماعه، واحنا في فسخان البحار لسه مبدئين امام مدرسه السمايع، مالناش فروق اخرى، وانا بوصل البلاد بوصل كل حته، اللي عايز فسيخ فسيخ المنصوره القاهره اي مكان انا موجوده، كنت على 010 3 3 2 7 0 7 4 4
والراجل الطيب ده وصوره برده، الراجل التمام ده راجل طيب. وانتوا كلكم احنا لسه على الصبح، اكيد ما حدش لسه صحى. لا انا بخلص اهو بعد الدور بعد العصر يا جماعه، بعد المغرب ما عادش كده يعني، خلاص شطبنا وربنا يخد المسلمين كلها ويفتح علينا كلها ويسعد الناس كلها واللي ما بيمسش حد ويشفي الناس كلها يا رب. يا رب بحق جاي النبي وما يزعلش ام على ابنها، بحق جاي النبي يا رب يخرج الناس كلها. واول الكلام ده والله والله انا بعمل نفسي كده بنفسي، انا بعمل يومين في كل شهر في السماء في الشهر بعمل، ولو ليا طاقه ان انا اعمل لكم يوم كل اسبوع يا رب يا رب يا رب يا رب السمك يرخص وانا اعمل لكم كل اسبوع يوم، وخلي الناس كلها تاكل واللي كلوا يقولوا لي رايك في الفسيخ. انا عارفه افسح للناس كلها والله والله والله، الفسيخ العرض بتاعي لا يعلى عليه، لان انا عايزه الناس كلها تدعي لي، مش عايزه حد يدي عليا. اوعوا تدعوا عليا، اللي بقولك اهو الفسيخ انا حطاه هو المفروض يخمق يعني ولا حاجه، ما شاء الله بينزل دهان اهو شايفه بس ما شاء الله. طبعا انا بقى بوريكم كده، استنى بقى انا قاعد لسه كده يا طب مشيني الله يبارك لك بقى، انا ليا كام من غير سكينه اهي، بس انا اهي عايزه سكينه عشان السبب بس. بصوا يعني بصوا شوفوا الضيق بقى، انا وعافيه كده للي هياكل يا رب يجعله بالهنا والعافيه. والفسيخ يا جماعه ده زي ما قلت لكم زي عصير القصب، لما بيتساب شويه اي واحده في القاهره تاخد فسيخ بيحبوه دلع ما يسيبوهوش، يفتحوا وقت الاكل. في فسيخ بقى حادق قوي ده ما بيغمقش، اللي هو شرب ملح قوي قوي قوي، فالناس كلها بتحبه دلع. والفسيخ ده فسيخ برضو لونه غير معاه، انا هسيبه لك لو صورت لك الفيديو بس مباشر، ده الفسيخ اللي انا خليه لك. انت عايز ثلاث برطمانات وبعدين فلوس، راجل محترم وقال احنا وعافيه ولا ياكل ربنا يشفيك يا ابو سامة يا رب. عنك ما عادش حد بقى يجي يحسب بقى السنوات، اديني بقى 100 بقى الله يبارك. طيب احنا بقى كده احمد اهو شغال، واللي بقى اقعد على المكتب دلوقتي اسلك، ويلا بقى العرض زي ما قال العرض للمغرب، وانا عامله 65 80 من حبيتين. انا عندي فسيخ قسما بالله كل اللي كان فسيخ بينزل زيت 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 زيت. تعالي كده بقى الست ايوه يلا تعالي لي يلا اديني بقى يا سلام.